دي الطريقه رقم ثلاثه اللي هي فعلا partial fraction expansion، ان انا باخد الراشنال فانكشن بتاعتي اللي هي عباره عن n of z على d of z، بحولها ل basically بفك بقى اللي تحت الجزء اللي هو denominator ده، بحوله مجموعه من الفانكشنز، وبطير بعد كده اعمل لها expansion بال partial fraction expansion. اوكي، بيبقى عندي في الاخر مجموعه من الفانكشنز كده زي ما احنا شايفين، وكل واحده من دول احنا ممكن نجيبها من التيبل مباشره. يعني الفانكشن دي على طول لو احنا بصينا كده على التيبل، الفانكشن دي مباشره هتروح لي 0.5 في ناقص 0.5 تو ذا باور ان، ودي هتروح لي 1.5 في 0.5 تو ذا باور ان، والكلام ده كله في يو اوف ان عشان كلهم راشنال كلهم كوزال فانكشنز. اوكي، فهي نفس الحكايه بالظبط، بناخد الان اوف زي على دي اوف زي، بنبتدي نفك الدي اوف زي ديت لمجموعه من البولز. اوكي، وبعد كده بيسكلي او مجموعه من الـ من الـ الحدود اللي زي كده. اوكي، وكل واحده فيهم تبقى يا اما فيرست اوردر يا اما سكند اوردر حسب اللي ما اقدر اعمله بقى. وبعد كده بفك بعد كده بالبارشال فراكشن اكسبانشن، يبقى كل واحده من دول فانكشن لوحديها، وكل واحده من دول لها شكل او لها مثيل في الـ في الايه في التيبل، فاقدر على طول اجيب منها الايه، اقدر اجيب على طول منها الانفرس زي ترانسفورميشن بتاعي من التيبلز بيساوي كام.